يلحق يا هاني بيدو ماسكين في بعض جوه. ايه في مكتبي؟ اوعى. انت بتمد ايدك عليا يالا وحياة امك وانت خارج من هنا، انت اتجننت؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت اتجننت في عقلك انت وهو ولا ايه؟ سبتوا نفسكم مش عارفين انتوا فين؟ انتوا في القسم؟ انت لازم يعرف ماما يا باشا. كلمة زيادة هرميك معاه في الحجز. ترمي مين يا باشا؟ ارميك انت. المكان ده له احترامه، واي حد هيقل منه هعرفه شغله. انت مش شايف ده يا باشا ولا ايه؟ ماشي استاذن انا. لا استاذن ايه يا حبيبي؟ اصبر لما نساله يمكن يكون عايز يعمل لك محضر تعدي ولا حاجه. محضر ايه؟ تعدي. انت مش شايف؟ حقه القانوني. لا يا باشا انا خدت حقي وكده مرضي، مرضي قوي كمان. قال لك مرضي قوي. ايوه ماشي. انت يا ابني قوم سعادتك تعالى خد حربي على الحجز. لا مؤاخذه يعني بيه. ماشي يا حربي. ايوه هو ده اللي انت بتدافع عنه؟ وحياة امي ما انا سايبه. هتشوف يا فريد انا هعمل ايه؟ ما اكيد طبعا رحت تتفرج عليه ولا تشمت فيه وهو محبوس، عشان كده اتخانقته. بقول لك ايه، انا مش عايز اوجع دماغك. بقول لك انت مش هتبطل تهددني بقى، انا زهقت منك. غوري بقى. الو قفل السكه الغبي. انت بتعملي مشاكل ليه؟ خرجي الموضوع ده بقى من دماغك. مش عايزاكي تخسري كريم وباباكي يقلب عليكي كمان. اخسرهم ولا اخسر نفسي؟ بذمتك مش مكسوفه من اللي احنا عملناه في حربي؟ وانت كنت عايزاني اعمل ايه؟ اقول لباباكي لا؟ ده كان وداني في داهيه. على الاقل انت بنته مش هيعمل معاكي حاجه، لكن انا مش هيسمي عليا. اهو جبن اللي فينا ده هو اللي مودينا في 60 داهيه، ومخلي واحد زي كريم ده يتحكم فيا، وواحد زي ابويا ومعارفه وفلوسه يتحكموا في واحده زيك. انا زهقت من العيشه دي، انا عايزه اموت نفسي، انا اتخنقت. بس بقى ايه العبط ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تعبت يا زينه تعبت. لا عارفه اكل ولا اشرب ولا اتعامل، حاسه ان انا اللي محبوسه مش حربي. راجل من ظهر راجل يا حربي، حركة ما عملهاش إلا ابن ولادة. تضرب الراجل في القسم يا زمالة. وأنا بضربها مولات زي ما أكون بفش غلم الدنيا اللي سرقت مني أحلى شباب عمري، وأنا متمرمط في الغربة. وفي الآخر راجع العربية نص نقل من ليبيا في حرب خراب ودمار، ما لقيتش حتة أبص فيها غير سما ربك، وما لقيتش حاجة أقولها غير يا رب. ورجعت خسران كل حاجة وابتديت من الصفر من تاني، وكنت راضي. وأنا بضربه شفت في عينيه مراتي وهي حامل ومش قادرة تقف على رجليها وبتصرخ، وأنا مش عارف أعمل حاجة، وكسرت نفس صفية أختي وفرحتها، وهدت حيل أبويا وظلم الأيام. عارف يا مراد، أنا لو مكنتش ضربته كنت ممكن أموت واقف. ده أنت شايل ومحبي يا ما يا زمالة. مش جديد عليا إن أنا شايل، طول عمري شايل. بس اللي أنا مش قد الظلم، الناس دي داست عليا أوي. بس جديد عليا الظلم اللي أنا فيه ده، طعمه مر أوي، أنا مش مستحمله. معاش ولا كان اللي يدوس عليك، ورحمة الغاليين رقشتهم لك، بس أنت اديني السكة وشوف أنا هعمل معاهم إيه. سكتك دي مش هتشفي غليلي. الحق لازم له دراعي يحميه يا زماله. يا ملاط هي خناقه في حاره. الناس دول عملوا عليا كمين، دخلوني حاره سد وخلوا ظهري للحيط ونزلوا فيا ضرب، وانا مش عارف ليه كل ده. مش عارف. اكيد الواد ده كبرت في دماغه عشان علمت عليه وقال يربيك. استنى انطر يالا كده يالا، وانت قوم من هنا. بص يابا انا خارج بكره، وده عنواني ما يتوهش، وربنا وربنا الوشوش هتتلقى تاني. خلي بالك على حالك يا حربي، خلي بالك. واتش إت.